الله أكبر الله أكبر الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته إخوة الإيمان والعقيدة إخوة الهجرة في سبيل الله ها هي قد اقتربت أيام رمضان ونحن هنا في تركيا قد أعلن المسؤولون اليوم الأول من رمضان واليوم الأول من أيام عيد الفطر لأنهم يعتمدون على الحسابات الفلكية ضمن فتوى لهم إذا ما هي سوى أيام ويأتي رمضان يأتي هذا الضيف الخفيف يأتي هذا الضيف الكريم يأتي هذا الضيف الذي يحمل معه الكثير 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 من الخيرات والمبرات والتقوى والعفو من الله والصفح ورفع الدرجات فكيف نستقبل هذا الشهر؟ هل نستقبله بالطعام والشراب؟ هل نستقبله بالمسلسلات والأفلام؟ هل نستقبله بالرقصات والفوازير على طريقة الإعلام الفاسد إعلام القوم الحاقدين اللئام؟ أم نستقبله على نحو ما كان يستقبله رسول الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أيها الإخوة الكرام بداية نستقبله بأن نتواصى بالتقوى أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله نستقبله بأن نعود إلى سنة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام روى الطبراني وأحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اقترب شهر رجب أو دخل شهر رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إذن بداية الاستقبال أن تدعو الله عز وجل بأن يبلغك رمضان فكم من الناس سينتقلون إلى الرفيق الأعلى أو انتقل
انتقلوا من بيننا من بين أمة الإسلام ولم يتمكنوا من أن يبلغوا رمضان. وعندما تسأل الله أن يبلغك رمضان فاسأل الله أن يبلغك إياه وأنت على أتم صحة وعافية. فما أجمل الطاعة إذا تمكن منها الإنسان، ما أجمل العبادة، ما أجمل رمضان أن يأتي وأنت في صحة موفورة وعافية كريمة قادرة على أداء هذه الفريضة. ثم إذا دخل رمضان وأهل هلاله، قل ما كان يقوله نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لاحظ دائما الإسلام في قلب الرجل المسلم، يخشى عليه، يحافظ عليه، ينشره، يبلغه للعالمين، يسير وفق هديه وشرعه ومقتضاه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والبركة والإسلام. هذا ما ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان المسلم. يضيف الإمام النووي أمرا ثالثا، يقول في أذكاره: إذا أنعم الله عز وجل على العبد نعمة ظاهرة أو دفع عنه نقمة ظاهرة فعلى هذا العبد أن يشكر الله وأن يسجد سجدة شكر لله وأن يثني عليه بما هو أهله. فإذا جاء رمضان أشكر الله، أشكر الله أن بلغك رمضان، أشكر الله أن بلغك شهر العفو والرضوان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ثم إذا اقترب هذا الشهر ضع لنفسك خطة لكي تسير عليها في عبادتك لله في رمضان، لأنك إن لم تضع هذه الخطة فإن أعداء الله قد وضعوا لك خططا لينتزعوا منك الدسم في رمضان. أعداء الله علموا أنهم لا يستطيعون أن يمنعوا الحج في بلاد المسلمين، ولا رمضان، ولا الصلاة، ولا سائر الأركان، فاستعاضوا عن ذلك في لحظة خيبة منهم وعدم تراجع منهم. استعاضوا عن ذلك بالبديل. ما هو البديل؟ أن يبقى رمضان لكن بلا دسم، أن يبقى الحج لكن بلا دسم، أن يبقى العبادة وتبقى العبادة لكن من غير أن يكون لها أثر في حياة المسلمين. أعداء الله يريدون رمضان من غير بر وتقوى وإيمان، يريدون رمضان من غير أن تمتلئ هذه القلوب بالإيمان، يريدون رمضان مع المعصية للديان. في رمضان تصفد الشياطين، تغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان، لكن شياطين الإنس لا يصفدهم في رمضان شيء. كنا صغارا وكنا نستمع أنه عندما يدخل رمضان هناك 30 فزورة يأتي بها إعلام مصر الفاسد الذي جند رجالا ونساء لحرب الإسلام. فوزير مع الرقص
والفساد والانحطاط. ماذا يبقى في رمضان؟ في سوريا كان رمضان 5 دقائق في الإعلام السوري، 5 دقائق لمروان شيخه بعد الأذان ثم الدعاء ثم تبدأ المسلسلة. ما هي أطعمة الناس في رمضان؟ ماذا يأكلون؟ ما هي عاداتهم؟ ما هي ثقافاتهم؟ لكن ما هي عباداتهم؟ هذا أمر يستبعدون. ماذا يفعلون ليتقربوا إلى الله في رمضان؟ هذا أمر مفتور عندهم. ثم جاء بعد ذلك من لبنان ما يعرف بخيام رمضان، الخيمة الرمضانية. هذه الخيمة فيها رجل يضرب على العود، وفيها رجل يغني، وفيها ما يعرف بالشدة، وفيها ما يعرف بالورق وبالطرنيب وباللعب وبالأرجيلة، فيها كل ما يلهي عن الله، لكن ليس فيها معرفة الله. وقد ذهب الذي ابتدعها وبقيت سنته الفاسدة، ذهب رفيق الحرير الذي ابتدع هذه السنة الفاسدة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا ينقص من أوزارهم شيء. كنت أسميها في دمشق الخيبة الرمضانية، وكنت أسمي ذلك الخيبات، الخيمات أسميها الخيبات الرمضانية. ليس رمضان لهذا. ثم جاءت الام بي سي لتبتدع لنا امرا يشغلنا اكثر. رمضان في باب الحارة، ولم يكتفوا في باب الحارة 1 الى 2 الى 3، لا ادري الى اين وصلوا الان. يصورون الحارة الدمشقية على هذه الصورة. والله لو عدتم الى الاربعينيات لوجدتم دمشق على غير ما يصورونها. دمشق وحلب بلاد علم، الكلمة فيها للعلماء، الوزن فيها للعلماء، الإقبال على الجامعات والمدارس. دمشق، بغداد، حلب كانت خيرا 1000 1000 مرة مما هي عليه الآن. كل شيء تراجع على يد عملاء الاستعمار. عندما كان الاستعمار كان هناك فساد وإرهاب، لكن كان نقطة في بحر ما جاء على يد أعوانهم وعملائهم الذين جاءوا بعدهم والذين تربوا على أيديهم. وصدق فيهم قول القائل نقوله ذما لا مدحا: رب تلميذ فاق أستاذه. يريدون رمضان من غير رمضان، من غير رمضان. فاحذروا يا أمة الإسلام، وتذكروا معي قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شهر رمضان شهر للتسابق في الخيرات، شهر للصدقات، شهر لكي نصوم عن المحرمات، شهر يقول الله فيه وفي غيره وفيه آكد: يا أيها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو شهر رمضان. أما شهر الأقنية المشبوهة فلا علاقة لنا فيها إن كنا نريد الله في رمضان. والله بالأمس جاءني مقطع من الام بي سي 3، يعني قناة الأطفال في الام بي سي، يقول فيها في أفلام كرتون: أنا مش مسلم. فيرددها الآخر ولا يجيدها، يقول: أنا مش مسلم،
أنا مش مسلم. ليس أنا من أقول هذا، هذا ما يقدم لأطفالنا. عندما أسسنا قناة الدعوة في دمشق وأغلقت بعد 6 أشهر، كان أحد المؤسسين وأحد الأعضاء في المجلس التأسيسي يعمل في قناة الـNBC ثم تركها. قال لنا 80% مما يعرض في الـNBC 3 يثير الشهوات والأهواء ويفسد أخلاق أبنائنا وبناتنا. احذروا، NBC يقودها صليبيون وشيعة، صليبيون وشيعة، يعني وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. احذروا على أبنائكم وبناتكم. رمضان شهر الغفران، شهر العبادة، أتاكم شهر رمضان كما روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، وفي رواية وسن لكم قيامه، أغلقت فيه أبواب النيران وفتحت فيه أبواب الجنان. في رمضان يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حمدا لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام بررة بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان والعقيدة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. إذا شهر رمضان هو شهر القرآن، لذلك نحن هنا في هذا المركز وضعنا برنامجا لرمضان. صلاة التراويح 20 ركعة، وليتنا نتعلم من إخواتنا الأتراك في أن صلاة التراويح 20 ركعة، وهي كذلك على المذاهب الأربعة، وأجازها العلماء على أن تكون 8 ركعات. ليتنا نتعلم الهمة العلية، والصلاة لن تكون طويلة لكن هادئة. بعد صلاة التراويح هناك مسابقة للأطفال يتعلم منها الكبار. من يجيب على السؤال يأخذ 5 ليرات تركية. وبين صلاة التراويح بعد 10 ركعات هناك درس مدته 5 دقائق، لأنه من سنن رمضان أن نتعلم في رمضان، أن نقبل على العلم في رمضان. بعد ذلك يظل هذا المركز فاتحاً مشرعاً أبوابه إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. وفي 10 الأواخر من رمضان في 1 ليلاً بإذن الله نصلي صلاة التهجد على ما يسري أو يجري الأمر في الحرمين الكريمين، المسجد الحرام، مسجد الكعبة المشرفة، والمسجد النبوي الشريف. وفي أيام رمضان بقدر ما يجود المحسنون هناك إفطارات لا تتوقف. وفي نهار رمضان بعد صلاة العصر درس عن الصيام، وبعد الظهر درس، وبعد المغرب إفطار بإذن الله عز وجل. في العام الماضي رأيت الكرم من أبناء الجالية السورية، من أبناء الجالية الكرام. أعلنت كما أعلن الآن، من أحب أن يفطر إخوانه في رمضان أو يفطر إخوانه في رمضان عملا بالحديث الشريف، من فطر صائما فله أجره، فكان عدد الأيام التي لم
نتناول فيها طعام الإفطار هنا 4 أيام، وفي هذه الأيام الأربعة دعانا بعض الإخوة الكرام إلى بيوتهم. فهذا ما أريده في هذا العام، أن نتعاون. فهذه المائدة ليست للفقراء، لكن يأتيها الفقراء. مائدة رمضان هي مائدة الكرم، فرمضان الشهر الكرم والعطاء. في فرنسا أيها السادة هناك مائدة توضع في المترو، يعني تحت الأرض، مائدة لكل الصائمين، ويقبل عليها وتستقبل كل من يجلس عليها ولو كان من الفرنسيين غير المسلمين. في رمضان الدعاء مظنة للاستجابة، فأكثروا من الدعاء. ونختم هذه الخطبة بالدعاء، وندعو لسوريا ولتركيا. لسوريا التي يريدون تمزيقها، وقد جاء إليها كل حسالة الأرض وكل استخبارات الأرض. ولتركيا التي أعلن الرئيس الأمريكي بالأمس أنه سيحارب الإرهاب من خلال دعم البيكيكي أو البيدي أو البيجي في سوريا. هذا يعني أنه يحارب تركيا بمنظمة اعترفت المنظمة الدولية بأنها إرهابية. هذه تركيا التي استضافتنا، والتي هي وحدها في تقديرات الأعداء قبل الأصدقاء مؤهلة لكي تقود الأمة الإسلامية. هذه تركيا تتعرض لذات المؤامرة، مما يدل على أن المؤامرة ليست على القومية وليست على القطرية، إنها مؤامرة على الهوية، على الإسلام. هناك الشام، وهنا البلد الذي قاد أمة الإسلام 6 قرون، وهو وحده المؤهل لكي يعيد الكرة مرة أخرى ويرتقي بهذه الأمة ويقودها في مشوار جديد طويل عزيز كريم. هذا ما نرجوه من الله عز وجل. فنحن نؤمن بالقوميات، لكن نؤمن بالقالب الأكبر الذي يحيط بتلك القوميات، إنه القومية الإسلامية التي تستوعب كل القوميات وتبر وتبر كل القوميات. هكذا كان نبينا بين صحابته صهيب الرومي وسلمان الفارسي وغيرهم وبلال الحبشي. كانت لديه قوميات، وكانوا جميعا سواسية تحت رواق قومية الإسلام. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وحفظ الفرج واللسان، واجعلنا فيه عندك من المقبولين، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم إنا نعوذ بك من المفسدين الذين يريدون أن ينتزعوا الدسم منا في رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من إعلام فاسد يستنفر 11 شهرا لأجل أن يفسد صيامنا في شهر رمضان. اللهم ردنا إلى سوريا الشام، اللهم ردنا عزة كراما، اللهم ببركة رمضان وهذه الأيام الكريمة. اللهم عليك بطاغية الشام ومن والاه، فإنهم لا يعجزونك. زلزل اللهم أقدامهم، أنزل اللهم أعلامهم، اجعل الدائرة عليهم. لا تبلغهم في أمة الإسلام الآمال، لا تبلغهم في أهل الشام الآمال، لا تبلغهم في أهل السنة الآمال. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بطاغية الشام ونظامه وشبيحته وعلماء سلطانه. اللهم عليك بغراب الدين حسون، فإنه لا يعجزك. اللهم عليك بغراب الدين حسون، فإنه لا يعجزك. يا الله أرنا
الإسلام، وفي كل من تاجر بدينك وبأرواح الشهداء، وفي كل من باع واشترى بلسانه يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ تركيا، اللهم احفظ تركيا، اللهم احفظ تركيا، قولوا آمين. اللهم احفظ تركيا واحفظ أمنها واحفظ وحدتها واحفظ قوتها. اللهم هيئ فيها رجالا لإعادة قوة الأمة ولقيادة قطار هذه الأمة من جديد يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.